مدير رابطة سوريا لحقوق اللاجئين محمد النعيمي معنا حول هذا الموضوع. أرحب بك أستاذ محمد. بعد وصول المهجرين من مدينة حلب المحاصرة، كيف هو وضعهم؟ السلام عليكم أخي الكريم، عليك والسادة المشاهدين. لابد من ذكر بعض النقاط التي تغاضت عنها وسائل الإعلام، وأحاول أن أجز أنا لك الواقع الإنساني بغض النظر عن الواقع السياسي وموضوع الاتفاق، فقد أصبح الموضوع معروف. عدد الجرحى الداخلين إلى الأراضي التركية حتى الآن حوالي 120 جريح، منهم 3 وفيات هم نساء الذين تم استخراجهم من تحت الأنقاض. الآن أبلغنا أنه هناك 3 وفيات من الجرحى الذين دخلوا. عدد الخيام التي تنوي تركيا إقامتها حوالي خلال الأسبوع القادم طبعا كما أبلغنا من قبل منظمة الإياها حوالي 20,000 خيمة. طبعا وعبر قناتكم الكريمة من خلال أسبوعين في اتصال أكدت ذلك أنه نحن بحاجة إلى ما يقل عن 50,000 خيمة بحالة إسعافية وطارئة. الأمر الآخر، طبعا تركيا قدمت كل المواد الغذائية، وهناك أستطيع أن أقول هناك فائض بالمواد الغذائية، ولكن هناك نقص، بل نقص حاد في مواضيع مواد التدفئة وآليات التدفئة. العوائل التي تم إيواؤها الآن هم قسمان. القسم الأول عبر مهاجع كبيرة يضم كل مهاجع حوالي من 10 إلى 15 عائلة بدون تدفئة، قلت ذلك أن الغذاء هو موفر، وبقية العوائل تم توزيعه عبر المساجد والصلاة. وتلقيت قبل قليل نداء من السيد عزت شاهين المدير العلاقات في منظمة الإياها لمناشدة أهالي إدلب لفتح البيوت، لأنه إذا تم الاتفاق وكما تم تنفيذ الاتفاق كما تم الاتفاق عليه، فلدينا حوالي 60,000 هناك، 60,000 قادمون، بالإضافة إلى 1.5 مليون مهجر الآن. إذا لدينا نحن قبل موجة النزوح أو التهجير القسري دعني أسميها من حلب، لدينا بحدود 1 مليون نازح سوري بحاجة لتبديل الخيم. يعني أزمة حلب هي طارئة وهي الأولوية، ولكن هناك كثير من النازحين بحاجة إلى مساعدات. طبعا لدينا في الداخل المحاصر أكثر من 60,000، منهم 1,500 جريح. أبلغنا قبل قليل عن وفاة طفلة بسبب عملية جراحية، هناك لا يوجد أدوات صحية كاملة. لدينا حوالي 100 جريح بحاجة عاجلة إلى الخروج. أريد أن أؤكد على نقطة مهمة، طبعا تركيا هي الوحيدة التي تقوم بهذا العمل بالإضافة إلى الهلال الأحمر القطري. طبعا هناك استنفار من بعض المنظمات السورية مشكورة وفي مقدمتها منظمة عطاء ومنظمة بلفج، ولكن هذا الأمر لا يكفي. أن نلقي الحمل على تركيا، وتركيا الآن نعرف أنها تعيش ارتدادات ما حدث في 15 يوليو تموز الماضي من الانقلاب، هناك ارتدادات. إذن لدينا الآن إذا تم الاتفاق خلال أسبوع لدينا حوالي 100,000 نازح سيكونون في العراء تماما. 20,000 خيمة لا تكفي بهذا الموضوع، ولكن لابد من استنفار كافة المنظمات إن كان الأمم المتحدة وإن كان الدول الإقليمية. أستاذ محمد، أود السؤال، يعني هناك من وصل إلى ريف حلب الغربي ولم يكمل الرحلة إلى إدلب، هل لديك أي معلومات حول النازحين الذين وصلوا إلى هناك؟ سيدي الكريم، طبعا ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي هم فهناك تواصل، لا يوجد حد فاصل بينهم، ولكن بعض النازحين من حلب أو إلى المدنيين إن كان في مدينة الأثارب أو دارة عزي أو بعض المدنيون أهل إدلب والريف الشمالي في إدلب وريف حلب الغربي فتحوا بيوتهم، وهناك في بيت واحد يسكن أكثر من 5 عوائل الآن يتقاسمون حتى رغيف الخبز. إذا نعم هناك بعض العوائل لأن لا يوجد مكان لإيواء في المخيم الذي يقيم بعيد عن الحدود حوالي 5 كيلومتر، لا يوجد مكان، فلذلك اضطروا إلى اللجوء إلى المساجد والصلاة وإلى بيوت المدنيين في الريف الغربي من حلب. شكرا جزيلا لك محمد النعيمي، مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين.